يقول الشخص اذا سافر إلى بيت والديه أو إلى بيت أخيه أو إلى بيت أخته سافر إلى مدينة وسكن عندهم هل يترخص برخص السفر؟ يقول خاصة إذا بقي مثلا ثلاث أيام أسبوع شيء من هذا القبيل علي بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا سافر إلى مدينة أخرى وتحقق فيه شروط السفر بمعنى يصدق أن يقال بأن هذا الشخص سافر أو هذا الشخص مسافر هذا الشخص مسافر فانه يترخص برخص السفر سواء سافر الى بيت ابيه او الى بيت امه او الى بيت عمه او خاله او الى اخيه او الى اخته ما دام انه لم يعزم اقامه وليس عنده هناك مكان يستقر فيه بمعنى خاص به يعني بعض الناس الان يروح الى بيت ابيه لكن عنده غرفه خاصه فيه هو هذا اقام ما يسمى مسافر مسافر في الطريق إذا وصل إلى بيت أبيه يعتبر قد أقام في مثل هذه الحال ولذلك تجد بعض الناس الآن مثلا يعيش في مدينة ووالده يعيش في مدينة أخرى، في آخر الأسبوع يذهب إلى بيت والده، أول ما يدخل غرفته عنده سرير وعنده كل يعني أشياءه الخاصة فيكون مستقر، هذا ينقطع عنه السفر. ولا يترخص برخص السفر. أما إذا كان لا ما عنده شيء، لما يجلس ينام في المجلس ولا ينام في الصالة ولا كذا ما عنده أو جهز له غرفة ليست هي أصلاً يعني مخصصة له، ها؟ هذا يسمى مسافر يترخص برخص السفر.